ده حتى الناس من المحللين التحكيمين اللي جم على محمد عادل اصلا ما كانوش فاهمين. خد مني اللي انا بقوله لك. انا بقول طيب لك بالمناسبه على جنب مش هرجع تاني. الناس بتفتكر ان انا عاوز ارجع تاني، مستحيل هرجع تاني التحكيم المصري. خلاص دي فتره، وبالعكس انا بشجع كل الناس الصغيره ان هي تيجي تتولى، بس بتمنى منهم ان هم يثقفوا نفسهم. مفيش يجي رئيس لجنه مش مثقف، يجي رئيس لجنه مش محاضر، يجي رئيس لجنه مش اداري، القصه مش عنتريه. عاوزين ندعم ولادنا بس نسكلهم الاول. طيب نسكلهم. طيب كابتن عصام، بالمناسبه بمناسبه ذكر الكابتن محمد عادل، ده من المرشحين لمباراه القمه القادمه يوم الخميس ان شاء الله، حكام مصريين طبعا هم اللي هيديروا المباراه، بس الكابتن محمد عادل الكلام انه مستبعد من الترشيحات، لو انت كنت رئيس لجنه كنت هتستبعد الكابتن محمد عادل ولا ممكن تخليه يدير مباراه زي دي؟ مستحيل ابقى استبعده. مستحيل. عارف ليه؟ انا ما بتاثرش بالناس. لان عارف ناس كتيره مش على حق، وناس بتستغل الاعلام وضغوط مش على حق. انا كنت هرشح الافضل، يعني هختار الافضل، لو خمسه مترشحين هختار الافضل اللي ينجحنا احنا وينجح التحكيم، مش هجامل حد. لو محمد عادل او البنا او ابراهيم نور او احمد الغندور او محمد اي وات ايفر او الحنفي وات ايفر، الافضل هو اللي هيترشح. ما انا بص انا كان يعني ما بسمعش للاعلام ولا لاي حد، وكانت ضغوط رهيبه. بس الواحد خلاص يعني يعني خد على هذا الجو يا كريم، صدقني يا كريم والله بقول لك بكل امانه، لو عاوزين نصلح التحكيم لازم نقويه، ولازم تبقى اللجنه مستقله ومحدش يتدخل فيها، ولازم المسؤولين يكونوا اقوياء يتحملوا الضغوط. احنا عندنا مشاكل كبيره قوي يا كريم، بس انا مش هقدر اتكلم لاني خلاص، وبعد ما بخرج ما بتكلمش، لكن بتكلم في خطوط عريضه لازم نعملها عشان نطور التحكيم المصري. طيب